ديالك. يا واحد صباح الخير، السلام عليكم، كي دايرين اخوتي المشاهدين؟ لاباس عليكم، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم على خير وبخير؟ كي دايرين وليداتكم؟ كلشي لاباس، الصحيحه لاباس، تنتمنى لكم الهنا والتيسير في بيوتكم يا ربي، الله يعطيكم صحه جديده، الله يجعل ربي يخليكم ليا ويخليكم لوليداتكم، الله ينقي الشوك من طريقكم، والله يعاونكم على اعمالكم، الله يعاونكم على الشغل ديالكم ان شاء الله يا سيدي ربي الحبيب. امين. ايوا قولي لهم حنا في الغادينا لالا. الصباح هذا اخوتي، الصباح هذا واحد الصباح مش عمر الشتاوات. ها الشتاوات، ها البارح الحرارة اخوتي واليوم الشتا. او ويليكا عرضت علينا، غنمشيو نتغداو. نتغداو عاد فتات. ام لالا غنمشيو نتغداو عند ويليكا. فتات اخوتي دايرة لينا فتات ديال البلو. فتات ديال البلو. لي كومنتير اخوتي المشاهدين، والله جو سخي لا معاكم انتم قدامي، نعنكم الله الا اختي القلوبات وهذا الشيء، الله الا والوارده وتيكت وهذاك الشيء زوين، الله يجعل ربي يستركم ويحفظكم يا اخوتي والله العظيم. زيد تخرج الا تخرج هذه من القلب كما قالت عائشه، كون كنتوا قدامنا راح نعنقوكم، والله نعنقوكم ونحب لكم الرصاد ديالكم. بس تخرج مني واحد والله العظيم أختي. من تيكب اللي تيكتبوا لك هذاك الكومنتير تبارك الله عليهم زينته، والله الا ما شاء الله ما شاء الله يا ربي تبارك الله عليكم. ما عندنا ما نقول، ما عندنا ما نقولوا، والله يخليكم لينا يا ربي ديما كالورد. الله يورد حياتكم ووقتكم يا ربي يا ربي، والله الا تنتمنى ليا حياه سعيده وتنتمناها حتى لكم نتوما حياه سعيده ان شاء الله. والله العظيم اخوتي كاين شي مغرب ما كاينش مغرب، شنو كاين اخوتي المشاهدين؟ الصيف هذا هو جاي، تيا كاين شي مغرب ولا ما كاينش؟ لا اختي علاش ما غتمشيش؟ لا ما غنمشيش. علاش اختي ما غتمشيش؟ ما نمشيش. علاش اختي ما غتمشيش؟ ايوا انا اللي عارفه علاش ما غنمشيش، من غير حقت الوقت المشيان انا غنمشي صافي ان شاء الله. الوقت ان شاء الله ان شاء الله يا ربي، من الحق وقت المشي راه الواحد غيمشي. انا اختي توحشت المغرب، توحشت اختي المغرب. شنو فين بغيتي تمشي؟ انا بغيت نمشي لطنجه. طنجه يا خويتي، يا طنجه يا طنجه، طنجه يا العاليه، طنجه يا العاليه، طنجه يا طنجه. نحمق على طنجه خاطر ناس طنجه، تنتسطع على طنجه. ايوا اختي الله يسهل عليك. طنجه ومراكش بصح غاده. وي مراكش سخون زوين اختي، ويدي في سخون يا سخون زوين مراكش اختي. تحية للناس صحاب مراكش، والتحية من طنجة الكويرة. ايوا وحنا سالينا. ايوا صافي احنا سالينا باش ما حتى واحد ما يتقلق علينا. لا في خاطر كل شيء، في خاطر كل شيء اخوتي، اي موضع تنحبوها وتنبغيوها وتنموتوا عليها. تبارك الله عليكم، وما عندي ما نقول عليكم، راكم تما راه انتم معنا وحنا معاكم ان شاء الله يا ربي. ايوا خوتي غنمشيو ناكلوا الفتات. الفتات الفتات عندك شي كومونتير يقول لينا هاد الفتات ديال الكلاب عاوتاني؟ الله يستر الله يستر. اتونسيون صافي دابا خوتي خواتاتي راه عارفه شنو هو فتات، اشنو هو هذا فتات وكيفاش تيجي. الله اعلم الله اعلم، يجينا شي كومونت عاوتاني. لا 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 حشومه، دجاج محمر ديال الكلاب حتى هو حشومه حشومه. الله يا ودي الله يا ودي. فتات راه تديروا للمراه مسكينه اللي تتكون غاد باغيه تولد، تدير لها داك العشوب باش تولد. هذا فتات معروف زعما، ماشي ما معروفش معروف. المراه تتعشب الفروج ولا العتوقه، تتعشب العتوقه. العتوقه سي كوا؟ العتوقه اللي عمرها ما باضت، هي اللي سميتها العتوقه. سي بولا؟ اي سي بولي، عتوقه ما عمرها باضت. هذيك تتشدها المراه تتعشبها اللي باغيه تولد، وتتخليها واحد ليومين، وعاد تطيبها وتدير عليها مدهوصه وتتاكلها باش المراه تتولد. زعما هاد المدهوصه معروفه عندنا حنايا. الله يعطيكم الاولاد اختي المشاهدين. اللي ما عندهاش الاولاد الله يعطيها وليدات يا ربي، وهاد النهار يا ربي اللي عندها وليدات الله يعطيها، اللي ما عندهاش الله يعطيها وليدات، واللي عندها الله يخلي لها وليداتها. امين. انا الله يخلي لي وليداتي يا ربي. امين اختي. امين. الوليدات هما الحياه اخوتي، لا ما عندك وليدات راه ما كاين حياه. الله يجعل ربي يرزق كل واحد بوليدات يا ربي. وهذه هي الدنيا، الواحد تيتلاها في هذه الدنيا مع وليداته. هدا انت هدا هدا انت هدا انت، دوز من هنا خرج من هنا، والوقت ديالنا دايز تنمشيو عند سيدي ربي، تيلحق وقتنا ونمشيو عند الله تعالى. وهذا هذا هو اللي كاين بنيتي ياك.
هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين اخوتي المشاهدين. اليوم الحال ماشي تلهي، الحال مغمم. الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. دابا غنمشيو نتغداو من بعد اخوتي، انا خصني نمشي بحالي، نمشي بحالي. الله يديك على خير بنتي. اختي الفرق كيجي صعيب. الله يستر، قولي الله يستر. نو مي كان جو بار بصح مو جي بو غاد تقولي هاد الهضره بصح مي ما قلت حاجه عيب انا وي بس انا ما تقولي الله يستر اختي. الله يستر تمشي في الخير وترجعي في الخير ان شاء الله يا ربي. ايوا صافي هادشي اللي كاين اخوتي المشاهدين، ما تمشيو فين، بقاو معنا. تبارك الله على خديجه، تبارك الله عليك الوالده، تبارك الله عليك ما عندي ما نسال عليك. الله يبارك فيك والله يطول عمرك يا ربي. يا اختي خليكم ليا كاملين. امين. تنتي الله يخليك لينا. الله امين امين يا ربي. راكي عزيزه، راكي في القلب. والام هي كل شيء، الام راه بحال الكرمه. اي والله اللي مضلع على الولاد هاكا، والولاد مخشيين تحتها. المهم تسي الام راها كرمه، الكرمه اللي طالقه العراش هاكا هو. سي تخوا والولاد مخشيين تحتها على الظل. اي والله الا الام هي كل شيء اخوتي. حق الله العظيم. سي امبورتون الام، سي امبورتون. والحمد لله عندنا الوالده. الحمد لله، شكرا لله، اللهم لك الحمد اخوتي. عندنا الوالده. دابا انا شايف، انا الشيفور ديالك. ايه فرانشمون تبارك الله عليك، عندها البيرمي اون بليس ما نير على البيرمي وما قارياش اختي. عندك صحاب لكم امي قاريه، والله ما قاريه. ربي عاوني على البيرمي وعاوني مهدي وليدي، بغالي يفهمني مزيان مزيان وكان راسي خفيف، وباش ان شاء الله باش ربي يسهل عليا في البيرمي. اللي ما راهش راسو خفيف ما يشدش البيرمي. مي تبارك الله عليك ان توكا. الله يبارك فيك والله يخلي لي وليدي اللي علمني البيرمي، والله يجعل ربي يخليكم تانتوما وليداتكم. واللي بغى يدوز البيرمي تنوض دوز البيرمي. البيرمي البيرمي هنا في اوروبا شي حاجه، سي تخو امبورطون، سي امبورطون باسكو البيرمي ما تقديش تخرجي لا ما عندكش البيرمي كي غديري تضلي تجري في الطوبيس العذاب. سورتو بحالنا حنايا في العروبيه، بحال حنا دابا ساكنه في العروبيه كلشي بعيد منا، ماشي المكازا تقريبا. يلا انا راه حدا المكازا، كاين الناس اللي ما حداهم لا مكازات لا حتى حاجه. كي غيديروا مساكن هذوك نوضي اختي، الواحد يتحزم. نوضي اختي ديري البيرمي، الواحد يتحزم يدير البيرمي ويكون راسه خفيف. واليوم على النهار على نهار الهضره تدخل بشويه بشويه، ماشي غتدخل ما خاش العكز خاص واحد الناس كيعكزوا. والله العظيم انا تتشوفوا فيا، والله ما كنت نقول غنشد البيرمي. هذه خدكم خديجه اللي تتشوفوا فيها وتتشوف فيكم، والله ما كنت نقول انا غنشد البيرمي. حق سيد ربي كنت نقول سورتو الاولاد اللي زايدين هنا في فرنسا وتيقولوا لي واعر، تنقول انا كيفاش انا تيقولوا هادو اولاد هنا وعارفين اللغه وعارفين وقاريين وتيقولوا واعر، وانا تنقول في راسي انا غنشد البيرمي، وتنقول الله يجعل ربي يجي من جهتي وصافي. تنقول انا ايوا ربي كبير ابخي كاين ربي الحبيب. والله من كنت نشوف بحال هكا العيالات صايقين وانا غادا على رجليا، وتنشوف تنهز راسي لعاد سيدي ربي وتنهضر مع ربي، تنقول يا ربي تحن فيا، وتتكون بعض الخطرات تتكون الشتاء، تنقول يا ربي شوف فيا تانا نكون تانا نكون نشد الفولا ونسوق وندرك تاني على الشتاء ونهز وليداتي وهادي وهادي وهادي. كان سبحان الله العظيم، استغفر الله العظيم يا بنتي. وكنت نهضر مع ربي، هو مع ربي تنهضر. ايوا هادشي شتي. وشوف سيدي ربي تحن وشديت البيرمي. واخوتكم خديجه راه ما قاريه ما بزفتها. يلاه من جيت كما قلت لكم واحد الفيديو هادي لونطا حطيته، اللي دخلت هنايا المدرسه هنا كان لاميري داير جوج عيالات يقراو الناس اللي ما عارفينش يقراو. منين جيتي من فرنسا؟ ايه من جينا من جيت من المغرب. وكنت نمشي هذاك الساعه ولدت هذاك الساعه والدك انت ومهدي عاد انايا، وكنت نتوحم بايمان. ومن سمعت الناس تا يمشيو يقراو انا قلت نمشي، علاش ما نمشيش ودايره في راسي البيرمي، دايرها في راسي هذه. قلت انا نمشي نتعلم الحروف اللي في البيرمي بحال هذيك الار بي سي دي، قصدي خصك تكوني عارفاها، ما كنتيش عارفاها سي بلا بال تمشي البيرمي. ا باش نقول لكم اخوتي ما تعكزوش باسكو البيرمي سي تري امبورطون. كاين ظروف تي بو تو تروفي سيل تي بو بحال دابا تمحني. اي بحال دابا انا بوحدي كون ما كانش البيرمي كون رانا تمحنت اخوتي. اي والله غنتمحن. عرفتوا علاش غنتمحن؟ غنتمحن من جهه الاولاد، كيفاش الاولاد مساكن يمشيو للمدرسه لي زيكول لي زاكتيفيتي وتيبقاو فيا الاولاد، كيفاش غتجري ولدك
في تكون الشتاء غتكون الشتاء غتكون إيه وغتجري ولدك ولا بنتك ما تلخطيها للمدرسه حتى تفزق مازال انت راه لفزقتي راه غتمشي وغترجعي تبدلي والولد ولدك ولا بنتك غديه فازق للمدرسه راه غيبقى فازق في المدرسه كي غديري له ايوا ما تعكزوش ما تعكزوش خوتي والحمد لله ديروا البيرمي والله الا تنقول والله الا تنقول انا مرضيه والديا كيفاش تحن ربي فيا وتنهز وليداتي وتنديهم المدرسه وتتكون الشتاء وكل شيء وليداتي تنلخطهم المدرسه ناشفين ونجيبهم من المدرسه ناشفين ما كاين لا فزوقيه لا والو تنقول في راسي دابا كون ما كانش البيرمي كون ولاد وليداتي مساكن يدخلوا مسرسطين بالماء سبحان الله العظيم الله يحسن العوان اللي غيتسنى يتسنى الله تعالى وطلبيها زوينه تكون في خاطرك وطلبي ربي راه ربي تيعاون انا نقولها هذه انا ما جربتها من راسي من عاوني ربي وانا ما قاريه لا والو وسهل عليا في البيرمي عرفت ربي راه مع الانسان اللي مظلوم ومع الانسان اللي باغي يشد شي حاجه زوينه ربي تيكون معك اي والله ايوا ديروا البيرمي ايوا اختي شوف اختي عندي الزاز اختي والعداو العداو العداو شوفوا خوتي هذه عايشه مع ابن الهلال عجبتيني زيدي عجبتيني ها خوتي المشاهدين ولا عايشه تضحك عليك والله ما تنضحك عليك يلا قولوا تضحك علي عايشه الزاز اختي الحمد لله وشكر لله اللهم لك الحمد دابا اختي غنمشيو نتغداو عند امي ليكا ايوا بقاو معانا شوفوا لا ويلي حشومه خوتي وخواتاتي شوفوا صاحبتي مليكه شفرت لي الغوسات ديالي كانت تدير فتات عبي الملوي عرفوا الملوي غنتوما عارفينو وريت الغوسات ديالي تندير انا داك الرغيف وتنديرو رقيق وتيجي ناشف دابا ها الغوسات ديالي هي هذه هي صاوبتها نيشان تقول انا اللي مصاوبها سبحان الله الله ما تقولوا عاد ديالي هذا واني راه ماشي انا اللي مصاوبه تبارك الله على مليكه هذه الغوسه ديالي خداتها مليكه وبصحتها وبراحتها حيت صاحبتي ولا فرحانه خدات الغوسه ديالي ونجحت ليها ولي انا نجحت ليها تبارك الله عليك ام مليكه ناجحه ليها القاديه ناجحه ليها القاديه ناجحه والله عارف لا بالي حطيتي شي واحد الله يعلي يقول ديال خديجه هذا وبالصحه والراحه اختي هيا معيطة علينا خوتي دابا حنا غادا تشوفوا ان شاء الله غتسقي وغتشوفوا كل شيء على عينيكم صرخ عادي انا زاد صرخ قولي عاد الشام زاد اليوم انا البطيط شنو كاين؟ الشام كاين وبصح والله الا كاين الشتا يا خيت على البارح حتى شتي الحرارة شكون عندكم؟ انا ابو بريس صرح قلنا ابو بريس معك الصح نزيد شوية انتي دوبي و تبارك الله على مي مويليكا الريحة هادي تبارك الله على لالا مالك ها الله يلا تشي واحد بالله بسم الله الله يلا جات واعرة بالله ريحة تتشهي قالت لي روضي صحيبتي ذوق المرقة شوفي كي جات قلت لها هي هادي ضبطها وجات هي هادي تبارك الله عليها قالت لي روضي تسقي ديما مقدماني بغيت ليها عاد تيسير تبارك الله على لالا خديجه الله يبارك فيك لالا عيشه بنتي الله يبارك فيك والله يبارك فيك الله يطول عمر المشاهدين اللي تبارك الله على لالا مويليك اختي راه مالك اجرك الله حنا بلاصي ديسكالي نغلي شي حاجه متشكاوت انا كان مدياني مالك ضل فكره صحه موتو ها الفيديو خدام صباح الخير عاد فقتي سلام اخويا كي داير لاباس صحه يلاه ماما تبارك الله عليك الله يبارك فيك خوتي وخواتي تاع القصيريه ديالنا هادي اوه تتبخبخ بخبخ جات مع البرد نيشان بدواري نديرو لاصوص في شي زلافه تبارك الله على لالا فدوى اتاي مشحر بالليقامه ايوا خوتي المشاهدين تغدينا ايه تغدينا تي درتي لاسياس انا ما درتش اسنا خوتي
جربنا واحد من اكلينا المدغوصه فيها راس الحانوت ايوا ترخينا وضربناها بواحد الرقده صح. والله الا شوفوا علاش لابانه لكم عينيا ها صافا وليدي الحمد لله يسال عليك الخير با ها انا قالت وليدي تحت الكرمه شوف عيط عليا قال لي واش صاب ايوا اخوتي المشاهدين نتمنى هاد لا فيديو خفيفه ظريفه تعجبكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله ايوا اخوتي كما قلت غنكمل معاهم قلت لهم رانا كليت المدهوصه وترخيت اخوتي مع راس الحانوت وضربتها بواحد الرقده ما نقول لكم شو قال لي شي ساعتين يمكن قالت لي عائشه قالت لي ما كانعش خير تتشخري والله ما عقت بي راسي اي والله يلا. قلت شخرت بالصح ولا كذبتي عليا لا بصح والله بصح يا بصح امنا بالله ايوا اخوتي دابا حنا جينا نتمنى لكم الهنا والتيسير وراحه البال يا ربي من عند الله تنزل علينا وتنزل عليكم يا ربي ايوا ما سخيتش بخوتي وبسلامه عليكم اخوتي واخواتاتي بسلامه عليكم وبسلامه عليكم.